حوالي 1280 جنيه شهريا اقامه وإعاشة. دي تكاليف بناء على الموردين اللي بيوردوا الغذاء للمدن الجامعيه. يعني حتى لو ما اتكلمناش على الإعاشة، انا بتكلم على بتكلم على الإعاشة. فاذا احنا ملتزمين بدعم، وده المهم بقى، بدعم الغير قادرين. يعني خلينا نقول اولا سيبك من نسبه الزياده، لكن احنا اللي يهمنا ايه هنا؟ الغير قادر. صندوق التكافل بالجامعات ومصادر الدخل بتاعت الجامعات كفيله بتقديم الدعم الكامل لكل الغير قادرين على تحمل اي تكاليف، سواء بقى كتب دراسيه، سواء مصاريف دراسيه، او سواء مدن جامعيه. مصادرها ايه؟ مصادرها الصناديق بتاعت الجامعات، مصادرها التبرعات والهبات بميزانيه الجامعات. ده اللي يهمنا، ان لم يضار حد غير قادر في اي شيء في الجامعه في اي وقت. شكرا جزيلا.